اهلا بيكم، معاكم محمود عمرو اكوتيبس.com. هنتكلم النهارده عن نصايح لو عملتها هتزيد القوه بتاعتك، هتزيد الحجم بتاعك، الفيزيك بتاعك هيتحسن، كل حاجه هتكون للافضل. ونصايح دي ممكن انت تطبقها ايا إن كان البرنامج بتاعك، ممكن انت تشتغل عليها. قبل ما نبدا يا ريت سبسكرايب وجرس التنبيهات وفولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك. اول نصيحه ممكن اقولها، حاول ان انت تتقن الثلاث تمارين ديت. اولهم السكوات من غير ني سليفز، من غير حزام، من غير اي حاجه من ديت. ممكن تستعمل الحاجات ديت في اخر اسبوع مثلا من البرنامج بتاعك لما الوزن يتقل. اتقن تمرين الديد ليفت، ديد ليفت من الارض برضو، وفر الني سليفز والحاجات ديت للاخر. والاحسن كمان لو انت فعلا عايز تاخد الديد ليفت بتاعك للنكست ليفل، ان انت تعمل ديد ليفت من ديفيسيت، ان انت تبقى واقف على حاجه عاليه وبتجيب البار من الارض، باختلاف طبعا المسكات بتاعت الديد ليفت. في مسكه العاديه وفي مسكه الاصعب اللي هي مسكه السناتش، ان انت تبقى موسع ايدك على الاخر. دي هتبقى اصعب بكتير، هتحتاج قوه اكتر بكتير، والوزن لازم هيكون اقل من الديد ليفت العادي. والتمرين الثالث هيكون البول اب او العقله بكل انواعها، بكل مسكتها، بكل الزوايا بتاعتها الى اخره. العقله من اكتر التمارين اللي هي فعلا بتدي شيب وبتدي شكل للابر بودي. انا مش بودي بيلدر، او انا مش بعمل كمال اجسام قوي، بس حتى لو لقيت اي حد بودي بيلدر او بيعمل كمال اجسام والبرنامج بتاعه او التمرين بتاعه كان فيه عقله، بتلاقي دايما ان شكل جسمه مميز وشكل ظهره مميز. مش هتعرف تعمل الشكل دوت من غير العقله. نصيحه تانية اللي ممكن اقولها، ان انت في تمارين الدفع بتاعتك استعمل دمبلز كتير، استعمل دمبلز اكتر كمان ما بتستعمل البار. وحاول تخلي مسكه الدمبلز بتاعتك تكون نيوترال. مسكه البار دايما بتكون بالمنظر دوت اللي هي البرونيتد جريب، انما لما تستعمل الدمبل حاول تخلي المسكه نيوترال اللي هي مختلفه عن البار، علشان تزود الرينج اوف موشن اكتر، تعرف ان انت تنزل اكتر بالبار سواء بتعمل بنش بريس او بتعمل شولدر بريس. في الحالتين النيوترال جريب هتخليك ان انت تنزل اكتر، وفي نفس الوقت هتبقى زاويه مختلفه عن الزاويه بتاعه البار. زاويه البار بتبقى بالمنظر ده، فبتحط ستريس معين على المفاصل بتاعتك، فغير نوع الاستريس علشان ما تعملش اوفر يوز او ما تعملش استهلاك زياده عن اللزوم للمفاصل بتاعتك. ان انت ما بتغيرش المسكه بتاعتك، بتكرر نفس المسكه في كل التمارين، فالمفاصل بتاعتك بتتعب على المدى الطويل. فدايما في الدمبل عود نفسك على النيوترال جريب، وحط لنفسك هدف ان انت تشيل الاوزان بتاعت الدمبل تكون تقريبا 90% من الاوزان بتاعت البار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت مثلا بتعمل بنش 5 عدات بالبار بوزن 100 كيلو، حاول توصل الدمبل 90% من الوزن دوت، ان انت تكون شايل 45 كيلو في كل ايد. هتلاقي القوه بتاعتك اتحسنت كتير جدا جدا فوق ما انت متخيل. النصيحه اللي بعديها اللي ممكن نقولها، استعمل الفات جريبس او الثيك جريبس، اللي هي المسكه اللي بتخلي الدمبل او البار يكون اتخن من العادي. ممكن تستعملها مع الدمبل، ممكن تستعملها مع البار، ممكن تستعملها مع العقله. في كل الاحوال انت بتخلي اي تمرين من دول بيكون اصعب، حتى لو الوزن هو التمرين نفسه بيكون اصعب، بيكون فيه تحدي اكبر، عضلاتك بتشتغل اكتر بكتير، فبالتالي بتستفيد اكتر. وممكن كمان ان انت تجيب كذا مقاس من الجريب دي، لان انا بتسأل كتير ايه هو احسن مقاس للفات جريب دي، لان في مقاسات كتير طبعا. كل ما المقاس كان اكبر كل ما التمرين هيكون اصعب. فالاحسن يعني السيناريو المثالي ان انت تكون جايب كذا مقاس ليها، وبتعمل تبديل للجريب دي في كل سايكل بالتمرين بتاعتك. يعني لو انت عايز تزود صعوبة التمرين اكتر، استعمل جريب تكون الحجم بتاعها سميك اكتر من الجريب اللي قبليها، حتى لو ما زودتش الوزن، بس عمال بتتخن في الجريب بتاعتك او في السمك بتاع الجريب اللي انت بتعمل بيه التمرين، فالتمرين بيكون اصعب بكتير. فانت كده بتعمل بروجريسيف اوفرلود، او بتصعب التمرين على نفسك من غير ما تغير الوزن او العدات او اي حاجه، بمجرد ان انت بتتخن او بتعمل جريب سميكه اكتر. النصيحه اللي بعد كده برضو صعبه ان انت تنجح من غيرها، اكتب الاهداف بتاعتك. والاهم من ان انت تكتب الاهداف بتاعتك، ان انت تكتب التمارين اللي انت عملتها، اللي هي الورك اوت تراكنج، او ان انت تكتب كل تمرين انت بتنفذه، نفذته لكام عده، الوزن اللي شلته كان قد ايه، اشتغلت بحزام، اشتغلت من غير حزام، كنت لابس ني سليف، ما كنتش لابس ني سليف، اي حاجه من ديت المفروض ان انت بتكتبها، علشان اشوف انا المره الجايه لما اكرر نفس التمرين دوت ايه الحاجه اللي انا ممكن اضيفها. هل هضيف عده، ولا هل هضيف مثلا 2% او 5% وزن زياده، ولا هضيف بوز مثلا وانا تحت او قبل ما اطلع، او في الديس ادفانتج بوزيشن، او في الوضع اللي هو بيكون صعب ان انا اعمل فيه بوز، ايه الحاجه اللي انا ممكن اضيفها بحيث ان التمرين يكون فيه تحدي اكتر المره الجايه، علشان اعرف اعمل بروجريسيف اوفرلود. مش كل التمرين هتعرف تزود فيها اوزان، مش كل التمرين هتعرف تزود فيها عدات، فلما بتكتب بتشوف ايه الحاجه اللي انت ممكن تضيفها
المرة الجاية. ونصيحة أخرانية اللي ممكن أقولها، خلي دايما التمارين بتاعتك تكون من 40 ل 60 دقيقة، ديت مدة التمرين بتاعك، ما تزيدش عن كده. أي حاجة أكتر من كده ما بيبقاش فيها تركيز، التركيز بتاعك بيكون قل، الطاقة بتاعتك بتكون قلت، الكواليتي أو الجودة بتاعت العدات وبتاعت المجموعات إلى آخره، كل الكلام دوت بيكون قل جامد جدا، ما بتستفدش زي ما أنت عايز. وملحوظة مهمة جدا وهتسأل عليها كتير وهقولها من دلوقتي، الأربعين أو الستين دقيقة ديت لا تتضمن التسخين أو الورم أب أو الإحماء. يعني لما أقول إن التمرين بتاعك يكون من 40 ل 60 دقيقة، أنا أقصد التايمر دوت بيبدأ إن هو يعد، أو الساعة دي بتبدأ إن هي تعد لما تخش أول مجموعة شغل ليك. يعني في التمرين ديت مثلا عملت الاسترتش بتاعي، عملت مجموعات الإحماء بتاعتي، بعد كده أول ما بحط ال 120 كيلو على ظهري عشان أعمل بيهم سكوات، فهنا هبدأ أعد ال 40 أو ال 60 دقيقة. بس الإحماء والحاجات ديت ما تدخلهاش من ضمن وقت التمرين بتاعك، بس كل ما أنجزت طبعا في الورم بتاعك وفي الإحماء بتاعك ووفرت الطاقة بتاعتك للتمرين كل ما هيكون أفضل. بس مش كل الناس هتعرف تعمل الإحماء لنفس المدة، في ناس بيبقى عندها إصابة، في ناس بيبقى عندها الموبيليتي ضعيف في مناطق معينة، فبتحتاج إن هي تعمل إحماء أكتر على مناطق معينة، فمش غلط خالص، كل واحد وليه ظروفه بتكون مختلفة عن غيره. بس طبق الأربع أو الخمس نصايح دول في التمرين بتاعك، ونشوفكوا في الفيديو اللي بعده.